بس انا ايه ده ايه اللي انا بعمله؟ هاجي لكم من فوق بقى من هنا ثانيه واحده. ما بالراحه يا عم. 1 2 3 كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ومعاكم اسم محمد وفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن برنامج رامز جلال مجنون الرسمي. طبعا زي ما احنا متعودين كل سنه رامز بيفاجئنا ببرنامج جديد وفكره جديده وفكره مجنونه طبعا، لكن في كذا نقطه ناس بتسال عليها، هل البرنامج فيك ولا حقيقي؟ الفيديو ده هنتكلم فيه، وبعد ما تخلص الفيديو قول لنا رايك في الكومنتات. يا ريت تنزل تعمل لايك، ولو انت جديد اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. طيب تقريبا رامز جلال عمل مقالب في اصحابه كلهم، معظم الناس اللي عمل فيهم مقالب بيتكرروا في السنين اللي بعدها، يعني مثلا فيفا عبده دي السنه الثالثه لفيفا عبده او الرابعه او اكتر كمان اللي تظهر فيه مع رامز جلال في مقلب. مش ممكن تكون متعاقده مع رامز جلال 10 سنين مثلا 8 سنين معقوله؟ طيب فدي حاجه بتخلينا نشك في برنامج رامز جلال ممكن يكون فيك، بشك. فدي حاجه تشكك ان البرنامج ده ممكن يكون فيك وبيكون الضيوف عارفه. طيب في كذا نوع تاني من الناس انا شايفهم، او كذا فئه من الناس لهم راي. بالنسبه للاطفال اللي هم تحت سن 15 سنه او 16 سنه، فدول بيصدقوا تلقائيا. الفئه العمريه دي اللي هي تحت ال 16 سنه وال 15 سنه، دول بيصدقوا دول ان كان مقلب فيك او مش فيك، فهم بيصدقوا لانهم بيكونوا مش فاهمين او ما يعرفوش الوضع. ممكن يكون بعض الناس منهم اللي هم متابعين السوشيال ميديا كتير ممكن برضه يشكوا ممكن يكون فيك او مش فيك. الفئه الثانيه وهي فوق 16 سنه عند ال 20 مثلا، وقت ما البرنامج شغال قاعده كده شوف رامز اللي بيضحك علينا يا ابن اللي عليك انت يا رامز، واخد مقلب في نفسه على اساس ان هو ايه فاهم كل حاجه، واخد الموضوع ان هو فيك بجد، واصلا مش عارف هو فيك ولا مش فيك. ساعد بقى عامل نفسه ان هو ايه فاهم كل حاجه ومع انه ميح. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. مش كلهم، في ناس بتبقى فاهمه وفي ناس بتبقى زي ما قلت لكم كده. الفئه اللي بعد كده اللي اهل بمعنى اصح، دي بتبقى حاجه بالنسبه لهم يعني مش مصدقين، مهما تثبت لهم زي ما اتربيت على الارض لو ولع فيهم ومات قدامه يقول لك لا ده واخدين فلوس وشغل مونتاج وشغل تلفزيون ومش عارف ايه، ما بيصدقوش الموضوع خالص. دي حاجه كده معروفه، الاهل طبعا ما بيصدقوش الحاجات دي بدون نقاش وبدون اي حاجه في الموضوع، بيصدقوش. في الاول والاخر هو البرنامج بالنسبه للاطفال او بالنسبه للسن اللي تحت سن 16 سنه، فبالنسبه ليهم بتكون حاجه مثلا حلوه وبيحبوا يتفرجوا على الحاجات اللي زي المقالب والحاجات دي، فتكون حاجه بالنسبه لهم بتجذبهم، حاجه حلوه بالنسبه لهم كانت فيك او مش فيك. فيكفي ان الفكره اصلا متعوب فيها وبتتعمل بشكل برده كويس. انا اتوقعه ان الرامز بيكون متفق مع بعض الناس، بعض الناس بيعمل فوق المقلب، مثلا الناس اللي هم بيكونوا كبار شويه هيتعبوا او ممكن يحصل لهم حاجه من المقلب فممكن يتفق معاهم، بعض الناس ما بيتفقش معاهم. ده كان رايي مش اكتر. يا ريت تقول لنا رايك في الكومنتات، هل برنامج رامز جلال فيك او مش فيك، او مع بعض الناس بيبقى فيك وبعض الناس لا؟ فانزل قول لنا رايك في الكومنتات، ويا ريت تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات. بس كده اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام سلام.